أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج السلطة الرابعة، وفيها تتابعون أهم وآخر ما تناقلته ونشرته الصحف المحلية والعربية والعالمية. في المصدر أونلاين يتحدث عن اقتحام ميليشيا الحوثي مستشفى دار الشفاء في إب وفرضها حارسا قضائيا لمصادرته. وفي صحيفة الشرق الأوسط الحوثيون يوظفون مداخيل وقيود يحتكرونه في دعم مجهودهم الحربي. وصحيفة البيان تقول إن الأطراف اليمنية توافق على تفاصيل الملف الإنساني بما في ذلك مرتبات الموظفين. أهلا بكم، والبداية من موقع المصدر أونلاين، والذي قال إن سلطة ميليشيا الحوثي فرضت حارسا قضائيا على مستشفى خاص بمحافظة إب وسط البلاد تمهيدا لمصادرته في ظل عمليات سطو ونهب واسعة تمارسها الميليشيا في مختلف مديريات المحافظة. وأفادت مصادر مطلعة للموقع أن ميليشيا الحوثي فرضت حارسا قضائيا على مستشفى دار الشفاء التخصصي الواقع وسط المدينة. وأوضحت المصادر أن عمليات السطو والابتزاز التي تمارسها الميليشيا بحق أبناء محافظة إب تحت مبرر تعيين حارس قضائي على المؤسسات الخاصة بتهم ملفقة تأتي كخطوة ضمن خطوات عدة تتخذها ميليشيا الحوثي لمصادرة ونهب ممتلكات وأملاك المواطنين في الوقت الذي تهدف فيه إلى السيطرة على جميع ممتلكات معارضيها وآخرين من غير معارضيها ممن لديهم استثمارات عدة في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة. يذكر أن ميليشيا الحوثي سطت في سبتمبر ويوليو الماضيين على مستشفى السلامة بمدينة يريم ومستشفى الأمين التخصصي في مدينة إب بعد سنوات من ضغوطات وعمليات ابتزاز مورست على إدارة المستشفى والمستثمرين فيه. وسطت ميليشيا الحوثي خلال الأشهر والسنوات الماضية على عدد من المؤسسات والمنازل بمحافظة إب، من بينها مستشفى المنار ومستوصف الخنساء ومؤسسة الرائدات النسوية وجمعيات خيرية ومؤسسات خاصة أخرى في عدد من مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرتها منذ انقلابها على الحكومة الشرعية نهاية 2014. الحصار، العدوان، التحالف السعودي الصهيو أمريكي، الحشد إلى الجبهات، جرائم العدوان، لوازم دأبت عليها الحوثيون منذ بدء الحرب. حيث يقول موقع يمن مونيتور في تقريره إن هذه المصطلحات بدأت تتلاشى بشكل واسع ومطرد من أدبيات جماعة الحوثي ووسائل إعلامها خلال الأسبوعين الماضيين مع جهود وساطة عمانية. بتزامن مع مغادرة الوفد العماني للمرة الثانية صنعاء في شهر يناير 2023، حصل يمن مونيتور من مصادر حوثية خاصة على تعميمات صدرت من ميليشيا الحوثي موجهة إلى أعضائها تحت تحث على تهدئة إعلامية واسعة تجاه السعودية والتحالف. وفقاً لمصدر خاص يعمل في صحيفة حوثية، فإن توجيهات الحوثية هذه المرة بعدم الإشارة إلى السعودية مطلقاً. وقال المصدر في تصريح خاص ليمن مونيتور: في السابق كانت التعميمات بشأن الموجهات الإعلامية تصل إلى رؤساء الصحف والمؤسسات الإعلامية بمختلف أشكالها، لكن في هذه المرة التعميمات وصلت إلى كل موظف يعمل في المؤسسات، مشيراً إلى أن قادة الحوثي أبلغوا المؤسسات وكل العاملين فيها لأول مرة بتخفيف الخطاب الإعلامي تجاه السعودية، لأن هناك بوادر لإنهاء الحرب ضد السعودية، وتهدئة الخطاب الإعلامي تجاه السعودية هو مؤشر على حسن النوايا. وقالت منصات إعلامية حوثية إنها تلقت مؤخراً توجيهات بعدم الإشارة حتى إلى مسؤولية السعودية عن قضايا القتل والقصف اليومي في الحدود أو
تحميل السعودية وزرها. وقالت منصة الملص الإخبارية التابعة لجماعة الحوثي إن قادة الحوثيين صاروا يتجاهلون في الآونة الأخيرة الإشارة إلى هجمات سعودية على المناطق الحدودية، ونفت السعودية الأسبوع الماضي مسؤوليتها عن الهجمات التي تستهدف في الغالب المتهربين إلى السعودية من اليمنيين والأفارقة ومهربي المخدرات مسؤوليتها عن تلك الهجمات. وقال التحالف إن تلك الهجمات تشير إلى أن ميليشيا الحوثي غير قادرة على ضبط أتباعها أو تورط قادة متصارعين في الجماعة. عربيا، قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الميليشيا الحوثية افتعلت أزمة جديدة في غاز الطهي في كافة المناطق الخاضعة لها بغرض إنعاش السوق السوداء والتكسب غير المشروع، وذلك بالتزامن مع رفع أسعار هذه المادة الحيوية في منافذ البيع الرسمية. جاء ذلك في وقت اتهم فيه رجال أعمال يمنيون الجماعة الحوثية بالوقوف خلف ارتفاع أسعار السلع والمواد المتنوعة نتيجة الجمارك الكبيرة التي تفرضها تباعاً على التجار، والتي أثقلت كاهل المواطنين في عموم مناطق سيطرتها. وبحسب الصحيفة، فقد أكد سكان في صنعاء أن غالبية مناطق وأحياء العاصمة ومحافظات أخرى لا تزال منذ نحو أسبوعين تعاني من أزمة انعدام مادة الغاز، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعارها في السوق السوداء، حيث يتراوح سعرها حالياً ما بين 12 و15 ألف ريال للأسطوانة الواحدة. وتجني الميليشيا الحوثية يومياً مليارات الريالات من أرباح احتكارها لاستيراد وبيع غاز الطهي والمشتقات النفطية، وتسخر جميع العائدات لمصلحة مجهودها الحربي وشراء الأسلحة المهربة وإثراء قادتها وعناصر سلالة زعيمها الحوثي. وكشف برنامج الغذاء العالمي عن أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا تزال مرتفعة جدا، حيث لا يزال نحو نصف السكان يعانون نقصا في استهلاك الغذاء الكافي وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم من الغذاء. ولفت البرنامج التابع للأمم المتحدة إلى أنه برغم انخفاض أسعار الوقود للشهر الخامس على التوالي على مستوى البلاد، وتراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي للشهر التاسع على التوالي، فإن القدرة الاقتصادية للأسر لا تزال تشكل عائقاً أمام الكثير منها للوصول إلى الغذاء. كشفت صحيفة إماراتية عن توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق بشأن الملف الإنساني في البلاد بعد جهود قادتها الأمم المتحدة وأطراف إقليمية كمقدمة للدخول في مناقشة الملفات العسكرية والسياسية وصولاً إلى اتفاق شامل لإنهاء القتال. وأفادت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر اليوم أن أطراف الصراع اليمنية توافقت على كل تفاصيل الملف الإنساني وفق تأكيدات مصدرين سياسيين اطلعا على تفاصيل المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة ووسطاء إقليميون. وأضافت إن قضايا الملف الإنساني تم التوافق بشأنها، وهي قضايا رواتب المدنيين والعسكريين استناداً إلى قاعدة بيانات العام 2014، حيث سيتم فتح حساب مشترك في مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين تورد إليه كل عائدات الدولة، ومنه يتم تغطية تكاليف هذا البند. وأشارت نقلاً عن المصادر إلى وجود آلية تنفيذية ومواعيد زمنية محددة يتم العمل على إنجازها حالياً لتجنب أي تلاعب من جانب ميليشيا الحوثي ببنود الاتفاق. وذكرت الصحيفة في تقريرها أن الهدنة الرسمية انتهت في اليمن في الثاني من شهر أكتوبر الماضي ولم تجدد منذ ذلك الحين، إلا أن معظم عناصرها استمرت في النفاذ، بما في ذلك استمرار توقف العمليات العسكرية الجوية بين السعودية والمتمردين الحوثيين، إلى جانب استمرار الرحلات الجوية من صنعاء إلى القاهرة
والعاصمة الأردنية عمان واستمرار تدفق الواردات النفطية إلى الحديدة. واشترط الحوثيون لتجديد الهدنة إدراج عناصرهم العسكريين والأمنيين ضمن كشوفات دفع الأجور، وقاموا بقصف موانئ وسفن ومحطات تصدير النفط بمحافظتي حضرموت وشبوة منعاً لتصدير النفط للخارج، الأمر الذي تسبب في زيادة الأزمة المالية الخانقة في البلاد. في الشأن الاقتصادي، نشر موقع العرب الجديد تقريرا قال فيه إن اليمن يتجه بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها إلى رفع مستوى التحركات والإجراءات والجهود لمواجهة الانزلاق الخطير لأزمة الغذاء المتدهورة في البلاد عقب تصنيف 19 مليون يمني متأثرين بانعدام الأمن، مطالبا بإيجاد شبكات داعمة لمواجهة التدهور المستمر للأمن الغذائي ورفع مستوى الوعي لضمان تحقيق مستوى معيشي أفضل. ويظهر التحليل المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والأغذية 2022 أن 56% من السكان في اليمن بحاجة عاجلة للتدخل، مع ارتفاع سوء التغذية إلى مستويات قياسية تفوق القدرات والإمكانيات المتاحة لاحتوائها. ويعتقد الباحث الاقتصادي منير القواس في حديث للعرب الجديد أن هناك خللاً في الخطط والإجراءات الخاصة بمكافحة الأزمة الغذائية والإنسانية وفي عملية التمويلات الدولية بهذا الشأن، بالنظر إلى الفجوة المتسعة بين حجم التمويلات المطلوبة للخطة الإنسانية وما يتم تحصيله في ظل تراجع واضح لهذه التمويلات والمساعدات المقدمة لليمن. ويشير القواس إلى التغير الحاصل في سياسة الدولة المانحة لليمن وبرامج التمويلات الدولية في هذا الخصوص. وبحسب برنامج الغذاء العالمي، لا يزال نحو نصف السكان في اليمن يعانون نقصاً حاداً في استهلاك الغذاء الكافي وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم من الغذاء، إذ تشير دراسة أجراها البرنامج التابع للأمم المتحدة وشملت عدداً من الأسر في عموم اليمن إلى أن استهلاك الغذاء الكافي بعيد عن متناول 53% من الأسر في مناطق نفوذ الحوثيين ونحو 47% في مناطق إدارة الحكومة اليمنية. وفي الختام إليكم هذا الكاريكاتير، كنت معكم أنا سلام القيسي، إلى اللقاء.